منك انك هتكتب سر من اسرارك وهتحطه جوه الظرف وهتقفل الظرف وبعد كده هتحط الظرف في الصندوق وهتدخل رحلتك في السرداب. الوداع، سلموني على امي وكل زعلان مني سامحني. استني عندك. ايه؟ انت عندك في المرحلة الاولى 3 سبايك المطلوب منك ان انت تدوري عليهم في 5 دقايق وعلى ظهر كل سبيكة رقم. هتقولي الرقم هقولك السؤال. اول حتة ادور فيها على اول سبيكة فين؟ طيب انا هدور محدش يساعدني، بس لو كركبت الدنيا ما تتضايقيش. لا 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 مش هتضايق. ابدأ؟ ايوة. اوكي هقولك. طيب اول سبيكة فين؟ اساعدك؟ اه قوليلي. بصي وراكي كده في مراية. مراية 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 مراية. شايفة مين؟ انا هنزلك السبيكة. شايفة نفسي. طيب الجمال، جمال الروح ولا جمال الشكل؟ جمال الروح طبعا. الشكل اول طلعة بس، لكن بعد كده لو الروح مش كويسة ما بتبقيش طايقة تشوفي اي حد قدامك. طيب لو حابة تعملي عملية تجميل هتختاري اي جزء؟ اي جزء في شكلي؟ بطني. طيب دوري علشان انا بضيع وقتك. ما اعرفش يا السبيكة دي حجمها قد ايه. السبيكة ذهب. قد ايه يعني؟ طيب خد السبيكة هتنزلك. فين تنزلي فين؟ اهي قدامك. ايه ده، دي اول واحدة اهي. شكرا. حلوة الفكرة دي على فكرة قوي. فكرة ايه؟ يعني انت سيحت الخيط. ايه ده؟ ده انت منظمة جدا جدا بصراحة. بدور. ايه النظام ده؟ مش انت قلتي دوري؟ ايه؟ ده بترمي كل حاجة. وقتك بيعدي بسرعة. ما انتي رخمين. وقرب يخلص والمرحلة الأولى هتخسري فيها. تقريبا كده الوقت قرب يخلص. طب أساعدك ولا أعمل إيه؟ ساعديني وخلصي. طيب شوفي كده في التابوت. في تابوت عندك؟ تابوت فين هو التابوت أساسا؟ دوري بقى على التابوت. تابوت أنا قلت لك تابوت. ورا شوية كده ممكن تلاقي التابوت. جنبك ده لا اطلعي قدام شوية. أيوة ده مفيش غير سي آدم. طب دوري عنده كده. انتي برضو مش لاقية السبيكة؟ لا مش لاقية. خلي بالك انت وقتك بيعدي وانتي قاعدة بتتفرجي على ايه المناظر اللي مفرحة دي؟ ايه ده ايه ده 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 ايه ده ده؟ بخصوص حبل المشنقة الجميل ده، من الناس اللي هم بيضايقوا انتصار ونفسها تجيب رقبتهم جوه حبل المشنقة ده. الكذاب بيبقى منافق، بيبقى ظالم، كذاب بيعمل كل حاجة. الكذاب بدايته كذبة صغيرة وبعدين بيعيش في كذبة كبيرة. كل اللي ظلمونا كذبوا علينا. انا سعيدة جدا بصراحة ان انتي بتضيع في وقتك. وقتك خلص معايا النهاردة. انتي قلتي دوري هنا، ما لقيتش حاجة هنا. اهي انت دلوقتي هتعدي للمرحلة الثانية. يما عدي بسرعة. ايه ده، اوعي ينزل طبعا دماغي. طب بسرعة. انتصار؟ نعم. انت في المرحلة الثانية. طبعا انت شايفة قدامك ايه؟ بحيرة. مطلوب منك انك انت تعديها في 4 دقايق فقط. خلي بالك ان انت ممكن تقعي. المية مش نظيفة خالص. طب هات ده. استعيني بقى بحبل ولا حاجة، عندك مجموعة احبال ممكن تستعيني بيهم.
حبال ايه دول؟ هما حبلين. عندك حبل قدامك. دول حبلين. طب حلوين. ممسوكين كويس دول يا رجاله ولا ايه؟ تمام. بس قولي لي الاول قبل ما تعدي، انت بتعرفي تعومي؟ اه بعرف اعوم. بطمن عليكي بقى يعني بجد، لاني خايفه عليكي. يا جماعه ده مش هيستحمل، ده حرام عليكي. لا هيستحمل، بس جربي يعني. بتهزري على فكره. بس انا يعني مستمتعه يعني. انا سالتك انت بتعرفي تعومي؟ قلتي لي اه. بس حرام يعني البوت ده ينزل في الميه. بس عايزه اقول لك ان في ضيوف كتير جدا كانوا عندي ومعايا في البرنامج وقعوا. طب ده المهم ده بيقع ده؟ جربي. ها؟ مش عارفه. انت غرقتي قبل كده؟ حصل لك موقف وغرقتي فيه؟ بس اسكتي عايز اعدي. انقذتي حد طيب؟ كان بيغرق قبل كده طيب؟ مش لما ابقى اعرف اعوم كويس ابقى انقذ حد. الميه غداره. يا بنتي اسكتي يا بنتي عايزه اعدي. يلا بقى نشوف النهارده معانا انتصار وهي مبلوله. البيت هيبوظ وانا مستحرمه. انت حرة، كل ده بيضيع. انت بتحب الحيوانات ولا لا؟ اه طبعا. انت بتربي ايه في بيتك حبيبي؟ بربي كلاب صغيرة مش كبيرة كده. بربي قطط. أيوة. انا جايبالك حاجة حلوة قوي النهاردة. انا شفته كلب جميل. ايه رأيك فيه؟ كلب بوليسي. مطلوب منك ان انت تجيبي لي السبيكه اللي عند الكلب. فيني عنده. دوري عليها. ما تخافيش. انتصار. انا بقولك هاتي السبيكه. انت وقتك بيضيع وهتخسري وسرك هيتكشف. فين السبيكة يا بيبو؟ طوري عليها يا بيبو. فين السبيكة يا بيبو؟ طوري عليها هتلاقيها. معقول مش لاقيها السبيكة؟ لا. شوفيها جنبه هتلاقيها. يلا بسرعة وقتك بيضيع. لا هي مش عنده. انت مش بتقولي انك انت بتحبي الكلاب؟ ايوه بس مش الكلاب اللي معرفهاش. ده كلب مطيع جدا. ما تخافيش ما تخافيش. لا مش عايزاه. لازم تجيبيها وانت بتضيع في وقتك وهتخسري. هو شرس خلي بالك. انت بتعملي ايه؟ انتصار. ايه؟ يلا يلا هاتي السبيكه بسرعه. لا لازم. مش هجيب السبيكه. خلاص دخلوا لها الاسد. اسد ايه في عينك؟ اسد في عينك. احنا بنعمل برنامج عشان تبقي فاهمه. ما انا شايفاها السبيكه بس. طب يلا يعني... بسرعه بسرعه. شيلوا التعبان شيلوا التعبان. تعبان ايه؟ والله انا معايا واحده مجنونه والله العظيم. صار؟ نعم. هاتي السبيكه يلا بسرعه بسرعه اسرع وقتك بسرعه. دخلوا الاسد. اسد اسد. بس يا ما تستعبطيش اهي. افتحوا لها الباب. عالم الأبراج. شفتي ايه؟ تعابين؟ تعابين ها؟ دول جمال جدا على فكرة. لا أنا ما بحبش الزواحف. ليه؟ ما بحبهمش. طب أنا عايزاكي تحطي السبيكة اللي في إيدك دي عند التعابين. أه؟ حطي السبيكة اللي في ايدك عند التعابين. بس انا خايفة اعورهم لما احط السبيكة.
يعني احط انت هتحطيها بايدك. لا انا هرميها. لا ما ينفعش، حرام. مالكيش دعوه، انت ليكي السبيكه تقف في بتاع الازاز. هيموتوا. ما يموتوا. لا طبعا انت كده بتقتلي روح. روح ايه دول حيوانات؟ ايوه برضو يعني روح. لا 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 يعني لو هنفكر في الارواح نفكر في اطفال الشوارع اللي قاعدين في الكاوتش مش في التعابين. طيب يلا ما تحذفيهاش، على فكره لو حذفتيها ممكن يؤذوكي بجد، لكن لما هتنزليها واحده واحده ما تحذفيهاش. بصي كل حاجه فيها بلل. الرسومات اللي انت شايفاها على الحيطه، عقرب، ثور، كابوريا، ده مش عارفه ايه ده، حمر. طب عارف. انت برجك ايه فيهم؟ جدي. انت برج الجدي؟ اهو واهو. قولي لي بقى ايه صفات برج الجدي؟ بيحب الشغل. يعني ايه تمشي وتكلمي؟ صادق، بيحب عائلته الصغيره، بيحب القياده، بيحبش حد يسيطر عليه. طيب انا هقول لك شويه صفات وتقولي لي اذا كانت موجوده فيكي ولا لا. وجدي اهو كمان معايا. قولي. الغدر. ما مش فيه خالص. ما بتغدريش بحد. رومانسيه. رومانسي جدا البرج الجدي اللي هو انا يعني، بس غطائه الخارجي ما يبانش ان هو رومانسي. الحقد. لا لا غير حاقد بالمره، عشان هو واقعي فهيحقد على ايه؟ بيقول لك لو جديت لو جديت هتلاقي، لو عملت هتلاقي. الغرور. لا هو معتد بذاته فالناس ساعات تفتكرها ان هي غرور، لكن هو مش مغرور خالص. طيب العيب اللي انت شايفاه في شخصيتك ايه؟ الطيبه. بس الطيبه مش عيب. لا عيب في الزمن ده لما تبقى زايده عن اللزوم. انتصار. ايه رايك لو نلعب مع بعض لعبه يكون فيها حظ؟ ماشي. بس هي خطر شويه. زي هقولك، انت قدامك ثلاث صناديق بمراحل عمريه مختلفه. اه. في مفتاح موجود في صندوق من الصناديق الثلاثه، مفتاح ده اللي هيطلعك من السرداب اللي عندك. ايوه. بس خلي بالك في صندوق في خفاش وصندوق في ايه؟ المخرج بيقولي في فار. لا لا ما بخافش من الفراخ، ده بموتها عادي. وبعض اماكن بناكلها عادي. انت بتحب اي مرحله يعني؟ كلنا بنحب مرحله الطفوله، كلنا. اي بني ادم هتكلميه هيقول لك مرحله الطفوله، حتى لو هو شاب. دي المرحله اللي الواحد بيتكون فيها وذكرياته وافكاره، حتى امراضه بتتكون في مرحله الطفوله. طب احكي لي كده حاجه عن طفولتك. كنت بخاف من الضلمه وانا صغيره، بس بعد كده بقتش بخاف منها. الطفوله النور. بعد كده ما بقتش بخاف منها. طيب انت تفتكري المفتاح موجود في اي صندوق من الثلاثه؟ اتهيالي في الشباب، مرحله الشباب. اه جربي كده انت وحظك، بس خلي بالك انه ممكن ده اللي يكون فيه الخفاش. بسم الله الرحمن الرحيم. لقيتي ايه؟ آه! سبحان الله. وعلى فكره ده لا دجل وشعوذه، ده بجد والله العظيم حطيت ايدي في الصندوق اللي في النص. انت باين عليكي حظك حلو اصلا. لا احساسي عالي، مفيش حاجه اسمها حظ. انت بتحبي عيشه القصور ولا شقه صغيره وحياه متواضعه اكتر؟ بصي انا كلاسيكيه اكتر، يعني بحب الحاجات الكلاسيك، بس في نفس الوقت ساعات ببقى حاسه ان انا نفسي في صاله واوضه وحمام. في صاله واوضه وحمام؟ اه. وساعات ابقى حاسه ان انا ميولي الاساسيه كلاسيك، عايزه سقف عالي كده يعني. انا عايزاكي تكلميني عن فتره انتقالك من الفتره العاديه للشهره، كانت عامله ازاي؟ ولا حاجه. يعني لا اكيد غيرت حاجات كتير في حياتك. ابدا، هي كانت رحلة كفاح بس، يعني كان في شغل وكان في تعب وكان في قلق، هتعملي حاجة ولا مش هتعملي حاجة؟ هتبقي ولا مش هتبقي؟ الناس بصموا إن أنت موجودة ولا مش موجودة؟ يعني هتكملي ولا بتضيعي وقت؟ طب لو ما نجحتيش في ده هتعرفي تنجحي في حاجة تانية ولا لأ؟ عارفة مرحلة اللي هو لا شهرة ولا وجود ولا، لحد ما بدأت بوادر الموضوع تبان وبدأت أحس إن أنا لا ممكن اكمل في ده اني ناجحه. ما انت ما بتنجحيش غير لما يعترف الاخرين بنجاحك. ايه اللي اتغير في اسلوبي انا بقى في الحياه؟ ولا حاجه.
مفيش. يمكن اهتميت شويه بازيائي، اهتميت شويه بلبسي، اهتميت شويه بظهر ازاي، يعني بقيت ادي لده وقت اكتر. لكن ما عدا ذلك بالعكس، انا بحس ان كل ما الشهره بتزيد كل ما اعبائك بتزيد اكتر. طيب اعبائك انت يعني عايزه تصحي بدري اكتر، عايزه تكلمي ناس اكتر، عايزه تذاكري اكتر، عايزه تنقي بين ادوارك بعنايه اكتر. طيب يعني هم اكتر. طب لزوم الواجهه دي بقى مش محتاجه لها قصر؟ انا مش معترفه بان لازم تبقي عندك قصر وعندك عربيه وعندك سواقين. انت اللي تبقي كويسه وعظيمه، انت اللي تبقي مهمه، مش المكان اللي يخليكي مهمه. عايزه اسالك عن الثوره المصريه، وانت شايفه ان مصر رايحه على فين؟ هو رايح على فين ده في علم الغيب، بس هو تاريخها بيقول ان هي مهما مر بيها بتعرف تستقل تاني، بس بتدفع الثمن. يعني الانجليز جم وبرضه خرجوا، الفرنسيين جم وما كملوش، كان في الدوله العثمانيه وقصه محمد علي وبرضه ما كملوش، بصرف النظر عن مين احسن ومين مش احسن. يعني كل تاريخ مصر بيقول ان المصريين ما بيطولش اي احتلال عليهم، يعني دايما بيتمردوا. يعني اتهيالي ان اي مشاكل حصلنا دلوقتي موقت هنتغلب عليه. قبل 25 لو فرضنا ان كان في بعض المشاكل قبل الثوره، بعد 25 بقى في كل المشاكل. لان عامله زي ما يكون الكيل طفح، يعني لو كان في واحد بيعالج مشاكله، في حد ماشي اموره، في حد بيقول طب ان شاء الله هصلح، بعد 25 مشاكل كلها طلعت بدون حلول، فالوضع بقى اسوأ. واللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. وبعدين لو هنكذب قدام الناس مش هنكذب على نفسنا؟ يعني ممكن قدام الناس يقول لا احنا مش عارفه كويسين، لكن بيننا وبين بعض ما نقدرش نكذب. انت شايفه الواقع ايه؟ شايفاه اسود. رايحه على فين ده بقى في علم الغيب ما اعرفش، والمده قد ايه ما اعرفش. انت كان نفسك تعيشي في اي مرحله او اي وقت في مصر؟ ايام الملك فؤاد وايام الملك فاروق. اشمعنى؟ عشان انا بحب فتره الخمسينات وفتره الستينات وفتره السبعينات. يعني مرورا بفتره جمال عبد الناصر بالفتره دي، حتى الازياء بتاعت السبعينات بحبها. يعني انا بسمي الفتره السبعينات دي فتره ملونه، لان كان فوق العين الالوان، كانت الوان كتير الهدوم، حتى الرجاله كانت بتلبس الوان. فهي فتره يعني مبهجه. وارجعي بقى لورا ايام الفساتين دي وايام البرانيت حتى لبسهم كان حلو. فانا نفسي اعيش بقى الفتره دي، اربعينات، خمسينات، ستينات، سبعينات، وبعد كده اموت ما اشوفش ثمانينات ولا تسعينات ولا اوصل ل 2013. مفيش، اموت. لا بعد الشر. طيب انت نسيتيني، وخلينا نرجع تاني لموضوعنا من الاول. انت طبعا خسرتي معايا النهارده في التحدي بتاعنا. طبعا مش وراكي لازم يخسر، تعبان واسد وكلبه. لا لا، ده كانت حاجه خفيفه كده، واحنا كنا يعني بنهرج مع بعض. بس وانا بنط من فوق البركه. لا لا لا، جميله. لا لا جد، هايله. انا عايزاكي بقى ايه البرنامج الجاي؟ اختبارات بقى، صعود مدرجات، صعود اهرام، سباق جري، حاجات كده. خلينا نرجع تاني ونقول انت طبعا خسرتي، فلازم تفتحي الصندوق وتقولي عن السر بتاعك، السر اللي انت كتبتيه. يلا وريني بقى انت كتبتي ايه. مع اني والله يا جماعه بالمفتاح ده انا فتحت الباب بايدي، يعني المفروض انا اكسب. لا بس احنا المفتاح ملوش علاقه. ما علينا يا مدموزيل، ما علينا ما علينا. ايه السر؟ لازم اعرف السر. جيتيلي، افتحي بقى. جيتيلي على حجري. على فكره انت لو كنت كسبتي كنت هتاخدي الصندوق ده. انا راميه 18 جوه في السرداب منه على الارض اصلا. هي متغاظه عشان هنعرف سرها. يا ترى ايه السر؟ مرة ايه؟ مرة كنت، ومرة عملت، ومرة كذبت، ومرة اكلت، ومرة نقط وعلامة استفهام. ايه ده؟ ده كل السر؟ ده كل ده انا عملته. ضحكت علينا. انت ضحكت علينا؟ ضحكت عليكم. لا 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 لا. بس انت لو تفهمي الكلام ده بجد وتتعمقي فيه هتفهمي ان انا بعترف بحاجات كثير. ايه بقى؟ ان انا بقول ان انا كذبت. طيب. مره كذبت، مره كذبت، ومره عملت حاجه مش عايزه اقولها. عملتي ايه؟ ومره كنت، عملتي ايه؟ مش عايزه اقول. ومره اكلت كذا مثلا، ومره نقط وعلامه استفهام معناها حاجه انا مش قادره اقولها ولا بيني وبين نفسي حتى. انتصار، نورتيني، وكنت ضيفه جميله جدا معايا النهارده في الحلقه بتاعتي، واتمنى ان انت تكوني مبسوطه معانا النهارده،
وقضيتي يوم جديد ومغامره جديده في حياتك وبس. طب يلا وصليني لغايه بره. انا باي. نورتينا. ما تيجي معايا؟ لا انا هخليكي تروحي لوحدك عشان انا هقعد هنا مع الاسد. والله العظيم انا ما مصدقه والله. والله ما مصدقه. باي باي. باي باي. واحده مع اسد وتعابين. السرداب لسه موجود والضيوف بتروح وتيجي. استنونا في حلقه جديده في السرداب.